افراد سباحه او دلو ماء كبير، حوض الاستحمام، خزانات الماء وخنادق الصرف للوقايه من الغرق فيها. اولا، وضع سياج او عازل حول تجمعات الماء المكشوفه. ثانيا، تعليم الطفل على السباحه والتاكد من ارتداء الادوات الامنه كسترة النجاه. ثالثا، تفريغ الماء من كل وعاء موجود في المنزل بعد الاستخدام. رابعاً، مراقبة الطفل وقت الترفيه قرب المسبح. خامساً، تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الغريق. يعد المنزل واحة الأمان للأطفال والعائلة، إلا أنه لا يخلو من بعض المخاطر التي تهدد حياتهم إذا لم ينتبه الأهل إليها. ومن تلك المخاطر إمكانية غرق الأطفال وبصورة سريعة قد لا تتجاوز الدقيقتين وبعمق 5 سنتيمتر في أواني الحمام الكبيرة، حيث يحصل الاختناق، وخاصة عندما يكون الطفل بعمر 2 سنين أو أقل، لأن نسبة ثقل الرأس إلى جسمه تكون كبيرة، فيمكن أن يتعرض الطفل لخطر الغرق في مختلف أجزاء المنزل أثناء تواجده بمفرده. مثلاً، عند تواجده في حوض الاستحمام أو حوله، أو تواجده بالقرب من برك الحديقة المكشوفة أو خزانات الماء وخنادق الصرف المفتوحة. فكلنا نعلم جيداً بأن الأطفال يستمتعون باللعب في الماء، وهو من الألعاب المحببة عندهم، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون مصدر قلق كبير للأهل وللوقاية من خطر الغرق. هناك بعض الاحترازات المهمة والتي يجب الحرص عليها، ومنها: أولاً، عدم ترك الطفل بمفرده قرب حوض السباحة أو حمام الاستحمام من غير إشراف أحد أفراد العائلة، وعدم الاعتماد فقط على ارتدائهم لسترات النجاة أو حلقات الأمان. ثانياً، عدم السماح للأطفال باللعب قرب مصارف المياه أو الجلوس عليها، والأهم منه هو التأكد من وجود الأغطية المحكمة لمنع خطر الانزلاق فيها. ثالثاً، تفريغ وصرف المياه الموجودة في جميع الأوعية المنزلية الكبيرة، والحرص على إبقاء باب الحمام مغلقاً، وذلك لمنع السقوط داخل حوض الاستحمام وبالتالي حدوث الغرق. رابعاً، تخزين المياه للحالات الضرورية في أماكن آمنة وبعيدة عن وصول الطفل إليها. خامساً، التأكد من ارتداء الأطفال لأدوات الطفو الشخصية في حال نزولهم لأحواض السباحة. سادساً، الحرص على وضع سياج مرتفع أو عازل يحيط بحوض السباحة، والتأكد من عدم وجود أي فجوة فيه ليمنع دخول الأطفال لمنطقة الحوض مع إبقائه مقفلاً. سابعاً، التأكد من إزالة جميع الأدوات التي تسهل وصول الأطفال إلى حوض السباحة كالسلالم أو الدرجات. ثامناً، الإلمام بمبادئ الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ في حالات الغرق، مع توفير جميع معدات السلامة وصندوق الإسعافات الأولية بالقرب من الأحواض واستخدامها عند حدوث الحالات الطارئة. وأخيراً، ومن أجل سلامة الأطفال، من الضروري تعليم الطفل فنون السباحة في مرحلة عمرية مبكرة، فإنه يسهم في حمايتهم من خطر الغرق. وختاماً أحبتي، بالرغم من أهمية الألعاب المائية المحببة لدى الأطفال، إلا أنها تعتبر من الألعاب الخطرة التي يتطلب فيها الانتباه الشديد من قبل أفراد العائلة البالغين لتقليل من نسبة الخطر والحوادث الناتجة منها. علينا أن نحرص على سلامة أطفالنا، ودمتم في أمان الله.